والآن نحن أمام دار رواق دار القرويين للنشر والتوزيع التابعة للمملكة المغربية. محمد ربيع مدير دار النشر القرويين. كانت هذه المشاركة ديالنا الثانية في المعرض الدولي للكتاب الدار البيضاء، لما لهذا المعرض من صدى على المستوى العربي والدولي، بطبيعة الحال بحضور مجموعة ديال الناشرين من جميع الأقطار العربية. وهذا العام كان لنا شرف أن تعرفنا على ناشرين من إسبانيا وكذلك من الكوت ديفوار، وهذا الشيء بطبيعة الحال ما كيعطينا إلا إصرار أننا نديروا إصدارات اللي تكون في المستوى العالي واللي تضاهي الإصدارات ديال الدول المشاركة. الحمد لله هذه السنة توج العمل ديالنا والمشاركة ديالنا بإصدار مجموعة ديال الأعمال في جميع التخصصات الأدبية، منها القصة، منها الرواية، منها كذلك الكتاب الأكاديمي والكتاب الحقوقي اللي عرفوا الحمد لله أصداء طيبة. وبطبيعة الحال كان مجموعة ديال التوقيعات ومجموعة ديال الأنشطة الثقافية موازية للمعرض ديال الكتاب اللي احنا بطبيعة الحال في الرواق ديال القروي. والآن مع دار الرحاب الحديثة اللبنانية ومع مديرها الأستاذ أحمد فواز. شكرا أستاذ أحمد. حبيبي الأنكي أحزان. الله يكرمك. الله يكرمك. صباحا. صباح من معك؟ زينب. أحمد فواز صاحب ومدير مؤسسة الرحاب الحديثة في لبنان. نحن نشارك لأكثر من 10 سنوات في معرض المغرب، ومهما كانت نتيجة معرض المغرب التجارية نصر على الحضور سنويا، لأنه نحن نرتاح نفسيا بالعلاقة مع المثقف المغربي أولا. ثانيا، نحن في مؤسسة الرحاب أخذنا على عاتقنا هدف السفارة الثقافية في العالم العربي. لدينا الآن أكثر من 20 مؤلف مغربي ننشر كتبهم في كل بلاد المشرق العربي بالمعارض العربية والمكتبات العربية. هي المقصود فيها التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب العربي. المؤلف المغربي أو المثقف المغربي متميز بأناقة اللغة والسرد الجيد بالتأليف، لاقى قبول جيد جدا عند القارئ المشرقي. وكان المغرب يمتاز بعدد كبير من المؤلفين العباقرة، ولكن كانوا بساحة ضيقة جدا ضمن النطاق المغربي. الآن بحكم وجود التواصل الاجتماعي وإقامة المعارض المتنقلة في العالم العربي، والدور الذي أخذناه نحن وغيرنا من تواصل ثقافي، أصبح المؤلف العربي معروفا عند كل الأقطار العربية، وخصوصا المؤلف المغاربي، حتى أن الكثير منهم وصل إلى مرحلة الجوائز العربية والعالمية نتيجة التواصل والتنقل الثقافي بين الأقطار العربية. نحن نهتم أكثر شيء في الحالات الإنتاج الإنساني من رواية وأدب وشعر وقصة، دراسات فكرية، دراسات نقدية. والدراسات النقدية تحديدا المغاربية متميزة جدا بعمق البحث، لا تجامل، لا تعطي صورة خارجية،
بل تدخل إلى عمق النص وتشرحه وكأن الناقد الأدبي المغربي وكأنه طبيب جراح فيما يخص القصة والرواية. لاقى قبول جيد جدا حقيقة. محمد اليزوري، مدير دار اليزوري العلمي للنشر والتوزيع في الأردن. أهلا وسهلا بكم في جناح دار اليزوري. دار اليزوري من أهم الدور الأردنية التي تشارك في المعارض العربية وذات انتشار واسع، معنية بنشر الكتاب الأكاديمي والثقافي وإيصال الثقافة الأردنية والعربية إلى شتى بقاع الأرض. الدار تشارك في جميع المعارض العربية وهي صاحبة رسالة نشر العلم والمعرفة في شتى بقاع الأرض وخاصة في الدول العربية وتبادل الثقافات والعلم بين الأخوان الأشقاء العرب. دار اليزوري حريصة على المشاركة في معرض الدار البيضاء للكتاب كونه من أهم المعارض في المغرب العربي، خاصة من حيث الجمهور والإقبال على الكتاب الثقافي والأدبي الشرقي وخاصة الأردني. فنحن حريصون على المشاركة في معرض الدار البيضاء. هذه المشاركة تقريبا رقم 20 أو 21 لنا في الدار البيضاء، ونحن سعيدين جدا دائما في معرض الدار البيضاء. الدار معنية بنشر شتى المواضيع، منها الأكاديمية، منها الإعلام، هنا في البحث العلمي، في التربية، في علم النفس، في علم الاجتماع، في القانون، في اللغة، في الإسلاميات، في الإدارة، في الاقتصاد، في شتى المجالات. وإحنا سعيدين بمعرض المغرب، وإن شاء الله نلتقيكم كل عام معرض الدار البيضاء، وبالتوفيق للمعرض وإدارة المعرض والإخوة الأشقاء في المغرب الشقيق. Parce que souvent, il y a des valeurs qui restent dans les campagnes. C'est des valeurs animales. Il y a des valeurs d'hospitalité. Tu vois, dans le monde du Sénégal, c'est une nuit, jamais. Tu vois une caravane qui passe, tu vois. Ta famille qui est préparée le déjeuner, on ne mange pas, on attend la caravane pour manger avec la caravane. C'est des valeurs qui restent dans l'hospitalité, qui restent dans des régions plus reculées. C'est quelque chose qui existe dans toutes les régions du monde. C'est vrai, on dit même que, même en France, tu vois que dans les campagnes, il y a beaucoup de secours, de solidarité aux migrants, dans les grandes villes, dans les métropoles. Donc ça, c'est valable dans tous les pays, mais c'est vrai qu'ici au Maroc, mais il y a quelque chose qui est très important au Maroc, c'est ça. Il y en a un autre, c'est ça. Donc souvent, cette force, elle balaye les forces négatives. Elle balaye les préjugés, elle balaye les stéréotypes qui existent, mais ça a une force qui n'existe pas dans d'autres pays européens où il y a l'extrême droite, l'extrême gauche ou des forces négatives. Ça a une force. Deuxième chose, aussi, les villes les plus développées, les capitalistes, moi je pourrais peut-être mieux aussi à Benimela ou à Casablanca ou à Rabat. C'est pas que les autres sont méchants, mais chacun court à la vision. C'est très compliqué, c'est le pain, c'est les poissons. C'est comme
الكاتب لا سي لا بروميير فوا شفت الكتاب ديالو وعجبني بزاف انني نعرف وسورتو لو تيتغ ديال الروايه هو اللي عطاني داك الانتباه دونك قلت علاش لا ما نجربهاش دونك مزيان ان الواحد يتعرف بحال هكا وسورتو هاد المعرض تيخليك تنفتح على بزاف ديال الحوايج شكرا بزاف شكرا لكم سي حسن سليماني من بين تبارك الله الادباء الشباب المهمين اللي كنفتخروا بهم انهم تعاملوا مع دار النشر القرويين من خلال العمل ديالو تائه في ارض الله اللي كنعتبره انا من بين اجمل المجموعات القصصيه اللي طلعت عليها وكانت عندنا شرف وبطبيعة الحال دار نشر القرويين محظوظة بعمل ديال الأستاذ حسن سليماني اللي تعتبر بطبيعة الحال هرم من بطبيعة الحال فيما يخص الكتابة القصصية والروائية ونتمنوا نحظوا بمزيد من الأعمال ديالو بشرف كبير. مشاهدي قناة الجامعة المغربية كومبيس تي في مرحبا بكم في هذه التغطية الحصرية للمعرض الدولي للكتاب في دورته 25 والذي يحتفي بدولة إسبانيا كضيف شرف. من بين الناشرين المتواجدين هنا في هذا المعرض الأستاذ بكر محمد زيدان عن دار الشامل للنشر والتوزيع بمدينة نابلس الفلسطينية. أهلا وسهلا أستاذ بكر زيدان. أهلا فيك خي حسن، شرفت. قبل أن نبتدئ نجدد التهنئة لالتحاقكم بعضوية اتحاد الناشرين العرب. شكرا. أستاذ بكر زيدان، ما تقييمك للمعرض الدولي للكتاب في هذا الدورة؟ الله يسعد مساكم أجمعين، تحية طيبة. وبعد أنا بكر زيدان من فلسطين، ممثل دار الشامل للنشر والتوزيع في مدينة نابلس، وتواجدي هنا يمثل اتحاد الناشرين الفلسطينيين ككل. احنا كان لنا مشاركة في هذا التنوع في الدورة 24 قبل هذه الدورة أي العام، السنة الحالية في الدورة 25 وجدنا إقبال المواطن المغربي القارئ المغربي على رواقنا كجناح دولة فلسطين. بالحقيقة انه تفاجأنا انهم بيحاولوا يبحثوا عن اي مخطوطة كتبت في فلسطين او تتكلم عن فلسطين، وانهم ايضا يسألون عن مؤلفين فلسطينيين ولكن لا يعرفون انهم من سكان فلسطين، مثل جهاد الترباني وأدهم الشرقاوي وغيرهم، هم فلسطينيون الأصل ولكن لا يسكنون في فلسطين. كتاب فلسطين صدقا له خاصية مكانة أكثر من ما كنت أتوقع أنا صراحة عند القارئ المغربي. يعني أستاذ بكر زيدان، الملاحظ في رواقكم هنا التابع لجناح وزارة الثقافة الفلسطينية أنكم مهووسون أيضا بالكتاب القانوني، يعني ما سر تركيز دار الشامل على الكتاب القانوني بالأساس؟ هي أول شيء مش هوس يا حسن، هي أنت بدك تعرف شغلة أنه في عالم النشر عندما أنها الدار تبلش تنشر أعمالها أو تستقطب أعمالها يجب أنها تروح للتخصص، وإحنا في فلسطين يعني كل اللي بنعمل حوالي 8 دور نشر تقريبا أو 10 دور نشر تعمل في الأراضي الفلسطينية، وإحنا بنحاول أن نحفز بعض أكثر.
فيجب انه كل واحد فينا ياخذ على مجال تخصص. فكون دار الشامل اخذت بالدرجه الاولى انها تتخصص في انتاج الكتاب الفلسطيني وتطلع فيه من فلسطين الى كافه الوطن العربي حتى القراء يعرفوا مؤلفينا ويعرفوا قوانيننا ودراساتنا كيف نتعامل فيها في القضاء، خصوصا ان القضاء قد يكون حديث الولاده ليس كباقي الدول العربية بالنسبة لفلسطين. فكون السلطة الفلسطينية يعني فهي حديث الولادة، القضاء في فلسطين يعني قد نقول انه حديث الولادة. فالآن احنا بنعتني في المؤلفين الفلسطينيين في كتاباتهم القانونية من اجل اضافتها للمكتبة الفلسطينية القانونية. أستاذ بكر زيدان، يعني سعدنا بهذه الدردشة البسيطة معكم، أريد منكم كلمة أخيرة للقراء والمستمعين المغاربة والعرب بصفة عامة. في حقيقة الأمر يعني هذا اللقاء لم يكن له مخطط له من قبل من قبل صديقنا حسن سليماني. حسن سليماني هو أحد الشخصيات المرموقة صراحة والمعروفة لدينا في الأراضي الفلسطينية وله أصدقاء كثر. حسن سليماني هو من أحد أعمدة دار الشامل للنشر والتوزيع، فنحن نتبنى له أعماله ونصدرها من فلسطين لأنه يستحق. بالنسبة للقارئ المغربي يعني احنا بنوجه تحية إجلال وتقدير على هذه الحفاوة لزيارة جناحنا واقتناء كل ما هو جديد والبحث بين صفحات الكتب عن ما يلبي احتياجاتهم من معلومات ثقافية. فكل التحية وكل الشكر للشعب المغربي على حفاوته في استقبالنا، حفاوته في مساعدتنا، حفاوته في اقتناء الكتاب الفلسطيني. فأنا نيابة عن زملائي في اتحاد الناشرين الفلسطينيين يعني نشكرهم جزيل الشكر شعبا وحكومة وملكا. شكرا أستاذ بكر، إلى اللقاء في رواق آخر. جامعة محمد الخامس بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، وهذه التغطية تقوم بها القناة الجامعية
قناة الجامعة المغربية التي نشكرها أولا على التغطية الإعلامية والتغطية بما تقوم به من تغطيات متتابعة في مجال التعريف بالكتاب وبالجامعيين وبالإنتاجات الفكرية والعلمية. فهي متواجدة ونحن الآن متواجدين برحاب رواق جامعة محمد الخامس، وهذا الصباح قمنا بتوقيع مجموعة من الكتب التي تدور حول الدبلوماسية الاقتصادية والتحديات والإكراهات التي تواجه إفريقيا في أفق دعم يعني حكامة استراتيجية بإفريقيا، لا سيما وأن الاتحاد الإفريقي يعرف إصلاحات متوالية لا سيما فيما يتعلق بالبنيات والمواثيق المؤسساتية والاستراتيجية. وهذا الصباح قدمنا مجموعة من الكتب التي تناقش هذه الإشكالية، لا سيما وأن الاتحاد الإفريقي يعرف طفرة من التحولات تتمثل أولا في خلق منطقة التبادل الحر بأفريقيا الذي تم تقديمه كمشروع ما بشهر مارس 2018، ثم كذلك تغييرات تهمت فيما كله باستبدال نيباد بالوكالة الإفريقية للتنمية، وهي مؤسسة تسهر على تشجيع ومتابعة البرامج التنموية داخل الاتحاد الإفريقي. فضلا عن ذلك هناك كذلك منظمة لوهادا، وهي منظمة في التنسيق التجاري لا سيما فيما يتعلق بقانون الأعمال. هذه الأشياء كلها التي ناقشنا هذا الصباح في رواق جامعة محمد الخامس برفقة قناة الجامعية التي تقوم بتغطية هذه الأنشطة العلمية والفكرية، لأننا نريد أن نقرب من خلال هذه القناة ماذا تقوم بالجامعة المغربية من إصدارات وإنتاجات، ونشرح كذلك للشباب ولرواد المعرض الدولي للكتاب ما قمنا به نحن كباحثين مغاربة في مجال الإبداع وفي مجال الخلق والنشر والكتابات العلمية، لنقرب إنتاجاتنا للزوار وللباحثين الزوار سواء منهم المغاربة أو الأجانب. فلذلك أنا أريد أن أهنئ القناة الجامعية قناة الجامعة المغربية على حضورها وتغطيتها لهذه الأنشطة ولهذه الأعمال الفكرية والإبداعات التي يقوم بها الكتاب والجامعون والأساتذة الجامعون. كما نشكر كذلك جامعة محمد الخامس على تنظيمها لهذه اللقاءات العلمية التي حقيقة جعلتنا نلتقي مع الشباب ومع الطلبة ومع أبنائنا الطلبة ونشرح لهم ما قمنا به خلال هذه السنة من إنتاجات فكرية ومن إنتاجات علمية في مجال تخصصنا. فلذلك أجدد الشكر للقناة الجامعة المغربية على حضورها وعلى تشجيعها وعلى يعني ما تقوم به من تغطيات في مجال الكتاب والتأليف. شكرا لكم. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'arifukum bismi. Ini Ali Mahrus Fuad, ana talib Indonesia. Wal'an ana fi ruak jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa hadhil jam'iyah hiya akbaru jam'iyah fi Indonesia. Nahnu nunazimu hadhil ma'arid fi daurihi athani binisbati lana. وهذا هو الدور الثاني ونحن نريد أن نعرض مؤلفات علماء الإندونيسيين ونريد أن نعرفهم بأنهم متمكنون أيضا في مجال دعوة بالكتابة والتأليفات ونشكر أيضا على الدولة هذه الدولة المغرب ونشكر على هذه القناة قناة كومبيوس تي في وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنقاش باعتبار انه يحتضن العديد من المتقيات والندوات
مجالات فكرية وثقافية. وطبعا اليوم هناك حضور كبير. السنة الماضية سجلنا رقم قياسي ديال أزيد من 500,000 زائر. نتمنى كذلك هذه السنة نسجل هذا الرقم. شكرا Est-ce que c'est un phénomène passager ou bien est-ce que c'est un phénomène qui risque de devenir structurel? De toute façon, c'est une baisse importante de l'investissement direct marocain à l'étranger. Alors, pour ce qui est du troisième point, les flux migratoires. Les flux migratoires au niveau mondial. Il y a actuellement un accroissement continu des flux migratoires avec un total de... يعني كاين اقبال كبير على المعرض وكاين واحد الجو رائع وجميل جدا لان الان يعني المعرض الدولي للكتاب الدار البيضاء اصبح عرسا سنويا كيتلقاو فيه جميع المثقفين على اساس انهم يتبادلوا يعني اخر ما وصلت اليه الفكر الانساني مجموعه ديال المجالات يواكبوا ايضا المستجدات ديال الكتاب سيما الكتاب العربي وهذا شيء يثلج الصدر يعني حتى يعني ملي كتزور الاروقه ديال الناشرين كتلقاه مبتسم كتلقاه ما مساليش لانه خدام كيبيع كتلقاه يعني يعقد ايضا صفقات مع الناس ديال الفكر والثقافه مع كتاب مع شعراء مع باحثين مع مفكرين فهذا شيء يثلج الصدر وحنا يعني سعداء بهذا العرس السنوي اللي يعني ما كرهناش يكون على الاقل واحد جوج مرات او ثلاث مرات يعني في السنه ولما لا ان تكون معارض بهذا الشكل تكون جهويه لان خصوصا يعني الطلبه والباحثين متشوقين انهم يعرفوا اخر ما كاين في مجال البحث العلمي ومجال الإبداع الأدبي والفكري أيضا. خلاص أنا كنعتبر قناة كومبيوس تي في كنعتبر واحد من الأعضاء لها وشرف لي أنني نكون مع هاد الشباب اللي مواكبين الفعل الثقافي والفكري والتطور ديالو في الساحة المغربية وكنشكرهم على عملهم الدؤوب وكنتمنى لهم كامل التوفيق يعني لهذه الإطلالة تاع الجامعة عبر بوابة كومبيوس تي في عبر الإعلام شيء أقول دائما أنه سيشكل منعرجا راقيا للارتقاء بالإعلام عموما وشكرا لكم. جمال بوطيب عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. تأتي مشاركة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته 25 من أجل تأكيد الحضور الوازن لهذه الجامعة على مستوى النشر من خلال مؤسساتها المختلفة ومن خلال مجموع إصداراتها التي تتصدر قائمة المنشورات على مستوى المؤسسات الجامعية. هي فرصة نغتنمها لشكر قناة كومبيوس تي في على اهتمامها بالمعرض وبالناشرين وبالرواد وبالمجال الثقافي وبالإعلام عموما. تست مرحبا ويلي تست